احنا بنحيي كل إدارة حياة كريمة وبنشكر السيد الرئيس بالرعايته لحياة كريمة ودعمه الدائم ليها. حياة كريمة أعلنت إن هي هتتولى ترميم بيت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في مسقط رأسه في بني مر في ذكرى السبعين، في الذكرى السبعين لثورة يوليو. بنشكركم جدا جدا جدا. هذا المتوقع دور مهم. حياة كريمة بتقوم بدور، وزارات لا تقوم بدورها.